والسؤال الثاني يا شيخ، نعم. هل يجوز للمسلم يتزوج مسيحية؟ يجوز أن يتزوج نصرانية عفيفة أو يهودية عفيفة. أي، وفي مشكلة لو حط الصليب في البيت؟ لا، ما يضع الصليب في البيت، لا. ما ينفعش. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المسيح ينزل يكسر الصليب عليه الصلاة والسلام. شكرا. الله يبارك فيك.